السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم فيديو جديد. اليوم بنقدم معاكم المورانغ بهذه الطريقه اللي كيجي رائع وطريقه ناجحه وكيجي زوين هكا كي تزين نزينو به الكيك. كنديروا شكل الورود اللي كنزينو به الكيك، اولا كنديرهم هكا في السريرات اللي كنقدموهم في مثلا في اعياد ميلاد كافكار في عيد ميلاد اولا اي مناسبه بغيتو نتوما. كتشوفوا كيجي الشكل ديالهم راقي وزوين بزاف، تنديرون في هاد الخنيشات بحال هكا، تيجي زوين بزاف وبسيط وناجح كيف قلت لكم 100%. وتيلوح كمية تبارك الله كتيرة، كان انا خرجت منه هاد التشكيلات، درت هاد الشكل على شكل وردة وهاد الشكل بطبيعة الحال اللي معروف. هاد المورانج الفرنسي او الحلوى الفرنسية كتجي زوينة بزاف وقلت نشاركها معكم علاش لا. كيف تتشوفوا انتم مني كنهرسو راه مكرمل ومختلط فيه الالوان من الداخل، تيجي زوين. وخليكم معايا على الطريقه والمقادير، واللي باقي ما مشتركش في القناه اشترك وخليوا لي واحد لايك لايك وكومنتير وندوزوا ان شاء الله على الطريقه ديال التحضير. فبالنسبه للطريقه ديال المورانغ ديالنا كيفاش نخدموه، هنايا عندي واحد الاربعه ديال البيضات بحجم متوسط اللي فصلت البيض على الصفر، عملت البيض هكا في واحد الاناء اللي يكون نقي ومسوح مزيان مهوي ضروري ما يكونش فيه نهائيا ولو قطره ديال الماء. هنايا عندي صفر ديال البيض طرفته ندير به واحد الكاب كيك اولا ندير به الكريم باتيسير، المهم ما غاديش يضيع. هنايا داك 4 ديال البياض البيض غادي ندير معاه 250 غرام ديال سنيده تكون رقيقه، ما ديروش ديك الغليظه، من الاحسن تكون رقيقه لان الغليظه ما صعيب باش تذوب ليكم. صافي غادي ندير معاه واحد الرشه ديال الملحه، صافي وغادي نبدا دابا نطلعو. غادي نبدا دابا نطلعو على حمام مريم. هنا دايره واحد الكميله اللي فيه المسخون، حاولوا يكون هذا شويه اكبر من الكميله، ما يكونش الماء طالع باش ما يدخلش ليكم الماء لهنايا البياض البيض. صافي دابا غادي نبدا نطلعو غير بسرعه منخفضه، فبالنسبه للبيض يكون درجه الحراره الغرفه ما تكونش يلا جبتوه من الثلاجه، تكون جابدينو بيومين قبل. من بعد ما ضربت البيض تولى هكا على شكل الرغوه، غادي نزيد معاه واحد القطره ديال الخل ابيض وغادي نستمر في تخل في الخل حتى يطلع لينا البياض ديال البيض. بعد ما طلعت البياض ديال البيض نص طليعه راه باقي في حمام مريم، دابا غادي نبدا انا ندرب وانا كنضيف السكر، حتى نكمل الكميه كامله، ومن بعد ما غادي نكملها غادي نتلاقى معاكم. فهنا بعد ما كملت الخلط ديالو وتدرب ليا مزيان كيف تشوفوا خاصو يجي بحال هذا الشكل، ما خاصوش يكثر من خاصوش يدير لكم داك الخيط هابط. هانتوما صافي واقف شاد راسو مزيان بحال هكا، خاصو يكون المورانغ باش يكون ناجح. دابا النكهه كتبقى اختياريه، تقدروا تكونوا ديروا الفاني من الاول فاش يطلع بالفاني، انا فضلت ندير ليه النكهه ديال الفرامبواز، فداكشي علاش طلعته. حال غادي نضيف النكهه ديال الفرامبواز ونخلط داكشي مزيان. فكيف تشوفوا معايا هنا بعد ما قمت بالتلوين ديالهم، هنا لونته بالفرامبواز بهذا اللون، وهنايا اللون درت ليه اللون ديال البيستاج بالنكهه ديال البيستاج، درت اللون الاخضر وندير به الورق. فدابا غادي ناخذ هذا اللي كيف تشوفوا ديال الكريمه، خديت الاشكال تقدروا ديروا غير عادي فقط بميكا وديرهم دايرين اولا بداك الراس هذا بهذا، كيبقى داكشي اختيار الاشكال اختياريين. فهنا عندي واحد اللاطه اللي مغلفتها بالورق ديال الزبده ودرت لها شويه ديال المورانغ هنايا باش ما تزلقش ليا، لصقتها. صافي دابا غادي ندير المورانغ ديالي في البوش، ومن بعد غادي نبدا نخدم به ونشكل به داكشي اللي بغيت.
فهنا كندير الكريمه في البوش وتنبدا نشكل الوريدات اللي بغيت بحال هكا، اللي بغى يكبرهم يكبرهم، واللي بغى يديرهم صغارات يديرهم صغار. نستمر بهذا الشكل. فانتوما كديروهم على الاحجام اللي بغيتو. من بعد كناخد البوش اللي بغيتي نفتحو باش يبان لكم معمر بالكريمه. هذا الراس اللي عارفينو كنديرو به الورق، ما نديروش هكا، غنستخدموه بهذا الراس باش يخرج لينا الورقات. فانا كنجي هنا كندير بحال هكا وكنجر، ديروا جوج ثلاثه اللي بغيتو على حسب. نزيد واحد الوحيده صغيره وراه ندرب بها داك الراس بحال هكا، وغادي نبقى نستمر بهذا الشكل. ساهلين في الخدمه هاد لي بوش، راه كي هاد الريوس راه تيكونوا موجودين تيتباعوا. فبالنسبه اللي في المغرب راه متوفرين عند صحاب المحلات اللي كيبيعوا هاد الشيء، وبالنسبه اللي في هنا في امريكا انا واخداهم من والمارت، راه تيتباعوا ما كتباعش مجموعه كامله، راه كاينين كتباع غير يعني للفرد، تشري شحال بغيتي. وبالنسبه للنكهات اللي ما متوفرش عنده النكهه يقدر يدير الملون، ولكن الملون ما يديرش البودره، يدير فقط غير الجيل وما يديرش السائل. صافي غنستمر بحال هذا الشكل، دير وريقات بحال هكا. فهنا غادي نستمر في التشكيل ديالهم كاملين حتى نكمل الكميه ديالي كامله. ومن بعد الفران ديالنا، الطريقه ديال الطهي ديالهم الفران كيف تتعرفوا، بالنسبه اللي عندها الفران ديال الغاز فدير اللاطه ديالتها الفوق كاع الجهه الفوقانيه اللي كنخمروا فيها البريوش هذيك، والعافيه تكون مهيله يعني يلاه كتبان لكم باغا تشعل وصافي. وقلت لك يكون سخون ندخلهم الفران يكون سخون. فاما اللي عندها الفران ديال الضو اللي غادي نطيب فيه انا دابا، نشعله على درجه يعني اقل درجه عندي في الفران، اقل درجه عندك في الفران كتشعلي، لا يكون الفران كذلك سخون، كتدخليهم تتخليهم 90 دقيقه يطيبوا. كيف قلت لكم العافيه تكون مهيله صافي 90 دقيقه يطيبوا او لا ساعه الا ربع، مهم عينكم ميزانكم صافي. من بعد كتطفيو عليهم وتخليهم في الفران وعاد كتخرجوهم. فنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم. ودابا غادي نكمل التشكيله ديالتي كامله، ومن بعد ما غادي يوجدوا ليا غادي نتلاقى معاكم. منكم تشتركوا معايا في القناه وتضغطوا على زر الجرس باش تبقاو توصلوا باي جديد، وخليوا ليا لايك وكومونتير.